بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كرك البنات راه تكونوا كامل بخير. غير اليوم البنات سمحوا لي على يعني الايام اللي فاتت ما طلعت لكمش فيديوهات باسكو كانت الشتاء، ما قدرتش ندير تصوير، يعني ما قدرتش نوريكم. المهم بغيت يعني وثاني في نفس الوقت قلت نوريكم يعني حاجه يعني جد هامه على النباتات وعلى ليبو. شوفوا البنات لهنايا اللي كي تحشت على بو هنا تحشتها هنايا ما صرا له والو، على خاطرش من تحت راه مرطوب. شوف كاين بزاف رانا نشروهم في ليبو ونسيبوهم ماشي مرطوبين. البنات كيما هنايا انا خليت هذا وهذا، شوف يعني كارثه. هنايا البنات هنايا لو كان نخلو النبته تاعنا هكا يومين ولا ثلاث ايام تسيبوها تعفنت. شوف هاي تعفنت هنايا، ماشي غير تعفن يعني تتعفن لكم، يعني لازم نرميو هذا الماء، هذا ما نخلوش هنا ثاني. شوفوا البنات علاه، خاطرش انايا ما انتبهتش لبو، ما انتبهتلوش وخليته. شوفوا كي طاحت الشتا، شوفوا ها راه يعني ولات بحيره. شوفوا ولات بحيره هنايا، هي لازم البنات حنا نطلو من تحت ونشوفو البو تاعنا ولا مرقوب. هنايا ها هنايا شوفو مرقوب ولا مش مرقوب، نقدرو يعني ندخلو الموساكه ونقلعو باسكو يجي واحد الجلده، وكاين لي كاين ما تجيش جلده، يعني فيه مارة تاع ثقبه مي هو مش مرقوب. ثاني سخني موس ولا كش حاجه وقلعيه. هذه هي البنات بغيت لي يعني نقولكم عليها، جدو هما خاصة راهي في هاد الايام تاع الشتاء، نهار الشتاء نهار اخر، وحنا مخرجين لي بو تاعنا لبرا. هنا كما لهنا البنات انا راني دايراتو في الباركو هنايا، كتن هنايا لي بو مشمخين، ما لي بو مثقوبين. سمحوا لي راني سمحوا لي باسكو كنت في الكوزينه نطيب، كي وجدت يعني كل شيء قلت والله علاش يعني كنت يعني موجده هذا المحتوى هذا باش نديره لكم. كي كانت الشتا طيح صح الله غالب ما يعني ما جاش. سمحوا لنا ثاني هذا الضريح هذا تاع الجيران والدراري يلعبوا برا، سمحوا لنا. هي البنات شوفوا ان شاء الله هذه شوفوا لهنا البنات، وكي كي كيتشمخ بزاف كيتشمخ بزاف. شوفوا هنايا هذا هو هنايا، شوف هنايا موش مرقوب. شوفوا لهنا استنى، شوفوا هنا البنات انحركت ودرت الدواء هنايا هنايا. شوفوا هنايا ضربتو بموسك، شوفوا باش ما يقعدش لهنا ما درتلوش. شكون انا كي درتلو بموس انا كلي شقيتو خفت عليه راه هكاك خليت. المهم ما قعدش فيه الماء، هذا اللي شوفوا اللي قعد فيه الماء هذا هو البنات اللي بغيت نوصله لكم، يعني معلومه مهمه جدا جدا على اصحاب المشاتل ولا المشاريع اللي راح نتوجدوا فيه دركا تجدوا فيه دركا. انا كي تخرج السمشه وتخرجوا برا تبيعوا ان شاء الله ربي يوفقكم يا ربي. و يعني مع الزريعات وكاع دوك دوك نهبطوا البنات نشوفوا السجر ونوصلوا لنا البنات، تبعوني نكملوا مع الفيديو معكم. البنات ماشي سجر استغفر الله، سمحوا لي يعني الزريعه يعني شوفوا ها كيف وين وصلت الزريعه اللي قلت لكم عليها، هذه هي شوفوا وين وصلت. لهنا البنات عصوها من يعني العصافير يجوا ياكلوها ولا الحمام دوك هكذايا، ما تخلوهاش يعني قبلها برا بزاف يعني تعسوها، ولا يحاولوا كيفاش ديروا درقوها مش ما يشوفهاش الحمام. الحمام اصلا ما يدخلش في وسط النباتات ولا يحوس، نتوما ديروها في وسط النباتات باش ما يجيش الحمام ياكلها يفسدها لكم، باسكو بدات تكبر باش نقلوها. رغم انه فات الوقت عليها بزاف بنات لك راهي هنايا راهي كبرت، معليش بصح يعني هذا حكم الله، يعني هو اللي عطانا الغيث وجات الشتاء متاخره، لكن معليش ما شاء الله يعني باش ما
ما نقعدوش بلا ما. هذه هي هنايا البنات، شوفوا هنايا هذه، شوفوا كيفاش بدات تطبطق، شوفوا ها. البنات المهم البنات انايا زعما سمحوا لي باسكو علاه راني شويه عيانه، قلت لكم ماشي عيانه، كنت في الكوزينه مع الصيام وكاع شويه عييت شي يعني غالبني اليوم. هذه هي كل صراحه اليوم راه طارق عليا بزاف، انا هكاك راني غير نخلط في الهضره خطرات. هذه هي البنات، وما تنساوش غير اللايكات البنات يعني باش يطلع الفيديو، ونستمر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.